السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكون انكم تكونوا بخير وعلى خير. ناشطين هانتوما، هادي حالة الزوافرية وحالة الانسان كيعيش بوحدو. ها القوامش، هانتوما ها القوامش، ها التريكوات، ها التريكوات عباد الله، ها الكالسوات عباد الله، ها التريكوات، ها الكالسوات عباد الله. ها الكالسوات هي بقات في هذا، هي بقات في بوس كالسو، بوس زعما دي بوس، وترى بقات في الوسخ. ها الفويطة، هادشي كله خاصني نصبنو. ها انتو شتي حالة ديال الزوافرية كي دايرة؟ شتو الخوت؟ شتو؟ ايوا شنقول لكم، هادي الحياة. خاصنا نقلبو على مرا تكون تصبن وتجفف وتطيب وما تعاودش الهضرة، وتكون مرا ديال الدار، ديال الدار، ديال الدار. ولا 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 كاينين هذوك ديال الدريات ديال البار، تا هما زينين ما كيصبنوش. هذوك الدريات ديال البيران تا هما زينين، غير هما ما يصبنوش، هما زينين. ايه واحد خينا عرفتيش قال، واحد خينا قال لبا بغيت نتزوج، قال لي مرحبا ولدي، قال له الصراحة بغيت نتزوج شي بنت الحلال وتكون عندها فورمة ديال بنات الحرام. وفعلا هذوك بنات الحرام كتكون عندهم واحد الفورمة مقادة من جنب كذا محطوطة عنيشان، دوك كيكونوا في البيران. ولكن تحية للدرية كونوا في البيران، ماشي كنعايروكم تنضحكوا صافي، حنا ناشطين. ها نتوما ها لي ماشين كيفاش تخدمهم. دونك هذه محلوله، هذه كانت محلو فيها، هذه سيدي فيها شوفوا الكواله شحال من الكواله بعدا نشوف. 7 كيلو، هذه 7 كيلو، هذه 7 كيلو، هذه 7 كيلو ماشين، 5 هذه 7 كيلو، هذه 14 كبيره. لو بغيتي تصبني راجلك جيبيه هنا انت 14 كيلو. هذه هادي الا بغيتي تصبني راجلك جيبيه هنا هو سبرديلتو، يعني الا بغيتي تصبنو فيها السبرديلات والمانط وداكشي. وهادي والله ما عرفت، هاديك 20 كيلو، 20 كيلو هادي تحطيه، تحط لي راجلك هنا صاين يخرج مصبن ناضي، عقلو مزيان، عقلو على هاد سميكتو. واش نقول لكم الدريات والدراري، سيرتو العيالات هما اللي مهمين في هاد الفيديو هذا، العيالات الدريات، الدريات والعيالات. واش نقول لكم دابا، انا غنديرها في هذوك الصغيورين لان ما عنديش حوايج بزاف، وغندير ماشينه ديال التيد نورك على التيد يهود وندير ماشين. دابا اوروبا ما كيشجعوش على الزواج، اوروبا لا يشجعون على الزواج. علاش؟ عندنا في ماكين صاب والماكله برا، بيتزا وليتي عاطر من الفلوس تاخذ بيتزا، وخلوا الحياه الطبيعيه صاحبي، خلوا لما جبتيش المراه ما تصبنش، ما درت ما كانش المراه ما دير والو باش الدريات يتزوجوا، وما يبقاش العزوف على الزواج، وما يبقاش العنوسه، والدريات ما يكبروش، مشاكل. تحيه لكم، احبكم، انا غنصبن ومن بعد ان شاء الله نقول لكم الحوايج راه خرجوهم هذوك. الله يحفظكم.